المعاهد المقدسات. وهنا سيدي الرئيس، وبعد أن قصصت عليكم نبأ أهوال هؤلاء، دعوني ألتمس من حضراتكم تناسي ما كان من وقائع. نعم تناسوها سيد الرئيس، فما نحن مقبلون عليه الآن ستضيق به كل نفس بشرية سوية، بل ولم تقوى على حمل غيره من قصص السوء. فالشياطين أعدت أوزار الحرب، والأمارسة تأهب لهول الخطر. مرضة المجرمون قتلة تجمعوا من كل حجب وصوب، فها هي الطامة الكبرى قد حانت، وساعة الصفر قد باتت أدنى من أي أمر. واقعتين مهيلتين مرتبطتين ببعضهما، أجهزتا على خيال الشيطان، بل واعيتا حناجر الأمارسة من التهليل، فكادوا أن يتوبوا للواقعتين عجبا، مكتفين بهما، بارين تمام البر بما أقسموا من الله، فقسمهم بغواية الضالين إلى يوم الدين، استغرقته الواقعتين التاليتين تمام الاستغراق، لحد لم تؤتي رواية بعدهما ثمار، فكان أولهما مسيحي شهيد، معمر لبيوت الله، يبني المساجد ويشيدها، لم يمخل بحرفته ولم يقيدها، نجار مصري، رسم المنابر وأقامها، آمنا مستأمنا وطنيا، كذلك عرفه الأمارسة، أسقطوه في شرك سرمدي، نفذوا إليه من رزقه فخدعوه بعمل واهب، سعي منهم لقتله وسلب سيارته، إيدانا لجرم آخر وحشي. ففي ظهيرة الثلاثين من شهر أبريل، للعام السادس عشر من الألفية الثالثة، استدرج المتهمون القبطي توبة عبد الملاك بداوي بناء المنابر إلى مسرح تواجدهم بقرية متانية مركز العياض، موهبين إياهم برغبتهم في رفع مقاسات إحدى القدرات تمهيدا لتنفيذ أعمال خشبية، فسعى إليهم سعي الكادح في الدنيا دون أن يعلم بأنه مودعها. فجبهات المجرمين تتصدد غدرا، يتحينون لحظة الفتك، فما أندنا إليهم الشهيد حتى استقبلوه بطلقات قاتلات كانت في جسده منتحبات، تبكي مر فراق الشهيد، هذا صانع منابر رفعت منها الدعوات، دعوات بالخلاص منكم تعالت بها الصيحات، خذوا مركبتها وفروا، ارتكبوا ما يحلو لكم من الحرمات، فالله يمهلكم توبة، ارجعوا عما هو آت. فبعد أن أتم من عجزت المعاجم عن وصفهم قتل شهيد تلك الواقعة، استولوا على مركبته تمهيدا لارتكاب مذبحتهم الكبرى، مذبحة حصلت من الأرواح ما حصلته وقائع تلك الدعوة برمتها، مشهد لم يرى سوى في وقائع التطهير العرقي والإبادة الجماعية، مشهد كمشاهد الدفن في قبور المجازر الوحشية، ضحايا أعدادهم كأعداد ضحايا الحروب، جثامين لا يرى لها بدل من كثرة الصفوف، بطون مبقورة وأوصار مبقورة وأشلاء متناثرة لأنفس ذاقت الكرب في وحشة الضرب. فضربهم كان فداء الوطن، وضربكم حطه في الظل بالظلم والمحن. تلك هي آخر وقائع دعوانا سيد الرئيس، أبطالها هم شهداء وبواسل قسم شرطة حلوان، أما عن آثمها فهم ذات الثلة الفاسدة الموقورة، فلا نفس لوامة تلومهم، ولا فاجعة ارتكبوها أيقظتهم، ولا أمر جلل عايشوه فأرضعهم، ازدادوا من الدماء دموية، ومن القتل نفس عاصية دنية، اقتاتوا على عويل النساء ودموع الأطفال ونحيب الثكلات، دبروا أمر مذبحتهم بضمائر غائبة وقلوب غير عابئة، رصد وتنفيذ وتكبير، ورفع لرايات التكفير، تكفير لثمانية من رجال الشرطة فارقوا الحياة في لحظة من الدمام. إنهم الشهداء بإذن الله الملازم أول محمد حامد إبراهيم،
وأفراد الشرطة صابر أبانوب مرسي وأحمد إبراهيم عبد الله وداوود عزيز فرج وعادل مصطفى محمد وعلاء عيد حسين وأحمد محمود حامد وأحمد مرزوق بيوم فارقوا الحياة على يد عدو خسيس جبان أبى أن يأتيهم إلا غفلة. ففي يوم أرادوه أخبر المشؤوم مساء يوم الثامن من شهر مايو للعام السادس عشر من الألفية الثالثة وبعد أن أتم المتهمون قصدهم لبراق الشهداء الذي حملهم إلى الفردوس الأعلى بإذن الله أذن لهم شيطان بأن فرصتهم قد حانت. بعد أن تعثروا في تنفيذ تلك المذبحة ليومين متتاليين في رسالة من رب العالمين أن ارجعوا عما ضررتم من سوء، ارجعوا إلى الله لعلها توبة مقبولة، عسى ألا تكونوا من الخاسرين، ارجعوا عسى ألا تكتبوا من الفجرة الفاسقين. إلا أن المتهمين يا سيادة الرئيس أبوا إلا أن يكونوا من أولياء الشياطين، فتربصوا لمرور ضحاياهم في شغف منقطع النظير، يحملون في النفس شرا منهم مستطير، وما أن أبصر بصاصهم تحرك مركبة الشهداء حتى هرع يبلغ قواله الملاعين أن تأهبوا للغدر بفرائسنا. فتأهب الجبناء خلف ستار الخسة وذخر كل منهم ضميره المعدوم، فتقفوا أثر الرجال في جبن معدود ليبهزوا عليهم من خلاف، وما أن أضحى الشهداء في مرمى بصرهم حتى أمطروهم بما استطاعوا من النيران، وبحشد كثيف من الطلقات احتجبت به رؤى الدنيا عن شهدائنا، فرأى كل منهم مشهدا آخر. فمحمد حمد قصره في الجنة، وصابر صبر حتى فاز بلقاء الرحمن، وأحمد نهل من أنهار نعيم، وعاد سر لرؤية العدنان. أما علاء فأعلى الله درجاته بأعلى الجنان، ومرزوق رزق بفاكهة وأعناب، ومحمود جلس على الأرائك متكئا مع الأحباب. هنيئا لكم بما فزتم، سيتجرع ظالمكم اليوم أقسى عقاب. فلاذ المتهمون بالفرار ليلاقي كل منهم مصيره، فيكتب لذوي حظ منهم الهلاك، ويكتب للباقين الحياة حتى يلاقوا اليوم هلاكا آخر، هلاكا أشد وأقسى من هلاك سابقيهم، هلاك بحكم رادع زاجر، عله يطفئ نيرانهم.